وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. الكلام ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، والقصة كلها في مصر، يعني أرضها مصر وأبطلها في مصر. قال الملك، وجه كلمة العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك. أدي فهمنا دي. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ الفراعنة. والقصة حين ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الأشياء القديمة في قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإيه. إذن حينما يتكلم الحق عن حكام مصر في القديم تكلم باسم مين؟ فرعون. وحين تكلم عنهم بمسألة موسى تكلم عنه إيه؟ ائتيا فرعون. برضه في حكاية يوسف ما جاش فرعون أبدا، جه مين؟ الملك. الملك والعزيز، والملك والعزيز. في مسألة كانت يعني اشمعنا يعني في القديم فرعون، وفي الأيام موسى في الايه فرعون، ويوسف في الوسط مسألته ما فيش فيها ايه ذكر مين؟ لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حاجة الرشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجودة، عرفنا ان في فترة من الفترات حكم الفراعين انتهى، وجاء ملوك الرعاة اللي يسموهم الهكسوس، سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر. وكان ده في الاثناء دي يوسف وقوم يوسف كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين؟ وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم وبيعملوا فيهم وقعدوا يقتلوا فيهم ويذبحهم. اذا ففي فترة يوسف لم يكن هناك فرعون، وانما اللي كان مين هناك؟ كان ملك. وذلك من إعجازات التنبؤات في القرآن.